المسيح في الأسرة هو السبب الحقيقي لنجاح الحياة الزوجية والتربية المسيحية للأولاد. يعني إيه رؤية المسيح في الأسرة يعني؟ هو صحيح ممكن واحد يشوف المسيح في الأسرة؟ أشوف المسيح إزاي يعني؟ هل ممكن أشوف المسيح في الأسرة؟ ممكن حد يقول لي أي آية فيها بنرى المسيح؟ تبين بالظبط ليه إحنا ما بنشوفش المسيح. وباي ذا واي يعني أنا مش بتكلم على رؤية المسيح بالعينين الخارجيتين. بعض الناس ممكن الله يسمح لهم يشوفوا المسيح بالعينين الخارجيتين، لكن القلب الروحي الداخلي اللي هو مسكن الله في داخلنا، بنسميه العرش الملوكي في داخلنا، بيسموه هذا القلب الروحي بيسموه العينين اللي بنرى بيهم الجالس على العرش الملوكي في داخلنا. القلب الروحي ده اللي هو مسكن الله في داخلنا هو ده اللي بيه بنرى المسيح، بنرى الله في الآخرين وفينا وفي الأماكن حوالينا، ونرى في الأبدية المفتوحة، نرى في السماوات مفتوحة، ونرى في الأماكن المعدة لنا. العين الخارجية عين محدودة جدا، محدودة بالقدرات البشرية، لكن العيون الروحية الداخلية غير محدودة، لأن الروح القدس يكشف لنا عمق أعماق الله. يعني ما لم ترى عين وتسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عدا الله الذين يحبونه، هذا أعلنه لنا الروح القدس الساكن فينا اللي بيكشف لينا عمق أعماق الله. يعني إذا كان بولس الرسول اتخذ السماء ثلاثة الفردوس ورأى أشياء لم يستطع أن يوصفها، الآية اللي بعدها على طول بتقول هذا يكشفه لينا ويعلنه لينا الروح القدس. حتى الآن محدش قال لي آية عن رؤية المسيح. إيه رأيكم في متى 5:8؟ متى 5 دي تبع إيه؟ حاجة كده من 3 صفحات. في إنجيل متى دستور الحياة المسيحية اسمها الموعظة على إيه؟ الموعظة على الجنة. آية 5:8 تبع التطويبات. مش كده؟ يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ لأنهم يعينون الله. مش سيعين عينون الله، لأنهم يعينون الله الآن وإلى الأبد. يبقى شرط من شروط معينة المسيح أو رؤيته هو إيه؟ نقاوة القلب، نقاوة الحياة. مالوك يعني إيه نقاوة الحياة؟ طب إيه رأيكم في عبرانيين 12:14؟ رسالة بولس الرسول لعبرانيين صح 12:14 بيقول إيه؟ اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة
التي بدونها لن يرى أحد الرب. مستحيل حد يقدر يشوف ربنا أو يعاين ربنا حتى في أعماله في حياتنا إلا إذا كان عايش في إيه؟ في القداسة. يبقى القداسة، في فرق بين القداسة والنقاوة. هم الاثنين الواحد فيهم بيرى الله. القداسة بسبب الروح القدس الساكن فينا. عكس القداسة هي يا أحبائي، عكس ما تكسبوش قول النجاسة. عكس القداسة ايه؟ النجاسة. يبقى كل إنسان مش عايش في القداسة أو عايش في النجاسة سواء بفكره أو بعاطفته أو بجسده لن يستطيع أن يرى الرب. لكن النقاوة أكبر وأوسع. النقاوة يعني جميع المكونات بتاعتنا تكون نقية جدا، ليس فيها شائبة. وده ممكن يحصل. طب امتى احنا كنا انقياء جدا 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 ليس فينا اي شائبة؟ كلكم عديتوا بحاجة زي كده. واحنا خارجين من المعمودية. وايه تاني؟ كل يوم بيحصل كلام. واحنا خارجين من التناوب. معترفين، تايبين، فالله بيرجعنا بالتناول إلى ساعة خروجنا من المعمودية. يعني حب الرب إلهك من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس ومن كل القدرة. تيجي زي كل دي ما تجيش إلا إذا كنا إحنا عايشين في حالة النقاوة، بحيث الكل يبقى لربنا، قلبه والفكر والنفس والقدرة الإمكانيات كلها ربنا. إذن هناك أشياء تعطلنا عن رؤية المسيح في الأسرة، وفي أشياء تخلينا نقدر نعاين المسيح في داخلنا وفي الآخرين وفي وجوده حوالينا في كل حتة وفي أعماله، وأيضا تخلينا نعاين السماويات، نعيش في السماويات ونحن على الأرض ونعاين السماويات، والله يكشف لنا جمال الأماكن اللي وعد إن هو أعدها لنا. ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددتها آتي أيضا إيه؟ لأخذكم، عشان حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ونعين مجده ونعيش في السلام الدائم والفرح الدائم والنور الدائم. هذا يكشفه لنا حياة النقاوة والقدس اللي عشنا فيه. يبقى حبائي سر التعب والمشاكل في الأسرة كلها إن إحنا مش عايشين في حياة نقاوة وقدس. يعني إذا كان هناك خطية تسود علينا أو خطية رابضة في داخلنا أو في داخل بيوتنا وإحنا ساكتين عليها، هذه الخطية
ستمنعنا ان احنا نعاين الله. طب ايه يعني ميزه ان احنا نعاين الله يعني؟ هل احنا عايشين في العالم؟ ما انا بتكلم عن عايشين في العالم. هم انقياد قلب دول المسيح طوبهم، كان بيكلم ناس عايشين في السماء، كان بيعيش بيطوب ناس عايشين في العالم. وهدف كل انسان ان هو يعيش في حياه النقاوه. يا ريت كل يوم الصبح والظهر وبالليل نقول يا رب ارجوك عيشني في النقاوه، عيشني يا رب في نقاوتك، كرهني يا رب في الخطيه، ابعد عني يا رب الالم، ابعد عني يا ربي كل ما هو باطل، كل الاباطيل. ركز يا رب حياتي كلها في السماء والسماويات. طب ده يفرق الحياة الزوجية كمان؟ يفرق في تربية الأولاد؟ يعني لو أنتم عايشين بأسلوب بتكلم عليه ده، تفتكر هتفرق في حياتكم الزوجية حاجة؟ أو تفرق تربية أولادكم؟ قطعا قطعا. كان في أخ هنا وعدني يطلع صورة قدامكم للمسيح بين عريس وعروس. يا ترى ممكن نعملها؟ ممكن يا دكتور. الصورة دي المسيح حاطط ايده على كتف عروس وعروسة لسه متجوزين، وقف وسطهم. ايه هو سر الزيجة؟ سر الزيجة يا احبائي، ايه ترتيبه في الاسرار؟ عندكم كم سر في الكنيسة؟ سبعة. سر الزيجة أول سر تأسس، أول سر أسسه ربنا في التاريخ، أسسه في تكوين واحد آية 28. تكوين واحد صح الأول آية 28، وباركهما هما مين؟ آدم وحواء، وقال لهم اثمروا واكثروا واملوا الأرض. طيب تفهم ازاي كان من غير جواز؟ ورجع تاني يشرح الكلام ده بالتفصيل في تكوين 2، لما شرح خلقة آدم، وبعدين رأى الله كل شيء انه عمله حسن جدا ما عدا حاجة واحدة، ربنا لقى انها مش حسنه جدا. ليه؟ هي ايه بالظبط؟ حلو خالص. تكوين 2، وراى الله انه ليس جيدا ان يكون ايه ادم وحده، نخلق لي معينا نظيره. لان ربنا شايف ان في اهميه كبيره للحكايه دي، وبيتنقل خلقه حواء لغايه لما ادم شاف حواء طبعا فانبهر. ادم ما كانش شايف انسان تاني حواليه، وربنا خد حواء تعرفين من ادم، ابقى الله الثبات على ادم فنام، خد ضلع من اضلاعه وبنى مكانه لحمه، وبعدين ايه؟ عمل حواء. فلما فاق ادم، مين اللي عرفه ان هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي؟ دي اسرار، اسرار عجيبه جدا. ده انت كنت نايم. يعني احساس الواحد ان شريك حياته ده
حتة منه بحتة مني، ده لحم من لحمي وعظم من عظامي. لذا تدعى امرأة من امرئ نخزت، ودخل في آية 24 صح التاني لما قال إيه بقى؟ لذلك يترك الرجل إيه؟ أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإنسان إيه؟ جسدا واحدا. طب ما آدم كان لوحده، مخلوق لوحده، وجبل رب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم ده أو الإنسان الأول إيه؟ كائن حي احتاج، بس كان في إمكانية خلق حواء منه. طلع حواء من آدم وبقى رجع قال إيه؟ أرجعهم لبعض تاني. داخل سر الزيجة، يترك الرجل أباه وأمه، معنى كده لسه ما كانش حد، بس ربنا بيأسس سر الزيجة. الله أسس سر الزيجة في جنة عدن، أول سر تأسس من أسرار السبع بطريس. وهذا هو السر الوحيد الذي يمارس كل دقيقة في حياة المتجوزين، السر الوحيد الذي يمارس في كل دقيقة. الله بيجمع الاثنين إلى واحد، بيجمع روحهم وفكرهم وعاطفتهم وجسدهم إلى واحد بفعل الروح القدس اللي موجود في السر. عشان كده لما بحط صورة المسيح بين عروس وعريسها، والمسيح ضمنهم لبعض من خلاله، يعني حاضرهم كده واخدهم جواه، اعرف ان لما المسيح اللي في النص ده مش ممكن يحصل ابدا اتحاد زيجي بين الرجل وامرأته. يبقى اذا ما كانش الاثنين مركزين على المسيح اللي في وسطهم، شايفينه بالعين الروحية ربنا ادهالنا، حاسين بيه، بيكلموه، بيفكروا فيه، سيتوقف الاتحاد الزيجي، سيتوقف. يتوقف امتى احبائي؟ عندما ينطفئ الروح القدس داخل الزواج. مين في بيته حاليا بيقول أنا الروح القدس مش منطفئ في زواجي؟ ومين يقول لا أشكرك يا رب، أنت ساتر عليا وروح القدس بتاعك مشعل الملتهب في جوازي وعمال بيجمعني أنا والشريك حياتي مع بعض؟ طيب إذا كنت أنا مش حاسس بالتهاب الروح القدس وإنه بعمال بيشتغل بيقربنا من بعض، بيقربنا من بعض الزوج وزوجته، ده كلها خلافات ومشاكل، خلافات ومشاكل وزعيق وغضب. إذا كنت أنا شايف إنه فعلا في مشاكل من النوعية دي، يعني الروح القدس مشتعل ولا منطفئ؟ شو لا تطفئ الروح مش كده؟ ولا تحزن الروح؟ يبقى أنا بأحزن الروح القدس وأطفئ الروح القدس ببعض التصرفات، ونتيجة لهذا هتلاقي فيه خلافات. طول ما احنا بنحاول نعيش في قداسة ونقاوة، يعني بنحاول نبعد عن خطايا أو نعيش في حياة توبة، الروح القدس يشتعل وتبقى الحياة الزيجية زي ما قال القديس على بيه الفم، صورة نبوية، يعني لتنبؤ للحياة الأبدية. والحياة الأبدية يا أحبائي
ما فيش يا ذكر ولا أنثى، ده كلنا متحدين إلى واحد. هكذا في الزواج الروح القدس بيجمع اثنين إلى واحد. الروح القدس يشتعل لما نكون تايبين، عايشين في خطايا أو في عدم قداسة أو شيء عارفين إنه غلط أو مستمر بعمله أو ساكت عليه، الروح ينطفئ، تزيد المشاكل، ما أشوفش المسيح ولا في شريك حياتي ولا في حياتي في البيت ولا في أولادي، بتبتدي الاتحاد الزيجي يتعب شوية شوية شوية. يبقى أول سر أنا بكلم في دلوقتي عن سر نجاح الحياة الزيجية، إن أفضل مركز على شخص المسيح الموجود اللي مجمعنا إلى واحد، أشوفه أكيس على دمي، قل له روح الله القدوس انخس قلبي، وريني ضعفاتي، انخس قلبي، بكت قلبي، مش بكت قلب شريك حياتي، بكت قلبي عشان أقدر أتوب فيصح زواجي. بدون أحبائي، بدون حياة نقاوة وقداسة، بدون حياة توبة، مفيش جواز ناجح. كلام عن الجواز المسيحي. طب هل الجواز المسيحي بالمعنى الروحي بتاعه سيستمر في السماء؟ وفي السماء لا يزوجون ولا يزوجون، لكن بيرد على الصديقين بمعنى الزواج الجسدي، لكن ما هو الزواج الروحي؟ مش اتحاد الاثنين روحيا مع المسيح العريس؟ طب ما احنا في السماء مفيش فرق بين ذكر وانثى، ده كلنا واحد في المسيح. يبقى طب انتوا بتؤمنوا يا احبائي ان كل واحد فيكم متجوز اثنين ولا متجوزين شخص واحد بس؟ هو انا بقول كلام صعب، ده كلام الكنيسه. كل واحد فيكم متجوز اثنين ولا متجوز واحد بس؟ انا بغششكم، اثنين ولا واحد؟ أقول تاني معلش، استحملوا غباوتي معلش. بص، لما حد فيكم، شو كلكم متعمدين؟ اتعمدتوا كلكم ولا لا؟ من يوم ما الواحد اتعمد في المعمودية أصبح عروس للمسيح. عروس يعني إيه؟ يعني زواج روحي. مش في عزم العريس السماوي؟ مش خطبتكم جميعا لرجل واحد يقدم عذراء عديد المسيح؟ مثل عذارة متى 25 بيتكلم عن 10 عذارة وعريس، مش كده؟ يعني عريس وعروس، يعني معنى فرح في زواج. يعني كل واحد فينا له زيجة روحية مع العريس السمائي من يوم المعمودية. فهمتوها؟ يعني كل واحد فينا من ساعة المعمودية وإلى الأبد أبد
لنا زيجة روحية مع المسيح. يعني ايه زيجة روحية؟ يعني زيجة سماوية، يعني فيها اتحاد. اتحاد الزيجي بين الزوج وزوجته يعني يعني اتحاد روحين الى واحد، فكرين الى واحد، عاطفتين الى واحد، جسدين الى واحد. هل هذا يتم في جواز الروح السماوي مع المسيح؟ انا بصعب الامور ولا يعني العروس بتاعت المسيح روحها متحدة بالمسيح، فكرها عايش في المسيح، عواطفها متحدة بالمسيح، جسدها مقدس في المسيح. ويستمر هذا أحبائي وبنربي أولادنا بالطريقة دي من ساعة المعمودية إعدادا إلى لحظة قد يريد الله ان هو يسمح لنا بجواز كنسي ارضي. يبقى انا اذا كنت هتجوز كنسيا، في حد هنا يا حرام مش متجوز؟ يا حرام كله متجوز، يا حرام كله متجوز، بيقولوا يا حرام، يا حرام كلها متجوزين، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. ده انا عمال بقول الجواز متجوز روح من ورا القلب، لا من ورا القلب. ما انت ما انا قلت لكم السر في ان الجواز مش مش مستلذين بالجواز ليه؟ احبائي الجواز من شخص اختاره الله لي وبيوحدني بيه يوميا، وانا ليا زيجه روحيه مع المسيح وزيجه مع شخص اخر المسيح موجود فيها. كان ما بقاش فيه فرح، مبقاش فيه جوي، مبقاش فيه فرح، مبقاش فيه تلذذ. الشيطان طبعا مش عاوزنا نتلذذ بالمسيح في حياته الروحيه معاه، ولا بالمسيح الموجود بيني وبين شريك حياتي. ده شغل الشيطان. اذا كنت هفضل انا اقول الكلام ده عن النكت السخيفه بتاع العالم عن الجواز، يبقى انا مش انسان عايش في ثقه بعريس السماوي. كل المشاكل مؤقته، جميع المشاكل الزيجية أو في تربية أولاد كلها مشاكل مؤقتة عندما يفتح المسيح عيوننا الروحية ونراه نحس بتفاهة هذه المشاكل. أنا بقالي حاليا بعمل يعني ربنا سامحني يعني إن أعمل كونسلينج المشاكل الزيجية ديت يعني قرب 50 سنة، يعني بقالي شويه. عندما ارى المسيح يسول المكان ويسول الحياه الزوجيه، مشاكل موجوده زي واحد عايش في فقر مش لاقي ياكل وسعيد وفرحان، واحد عنده ملايين وتعيس وبائس. فنفس الطريقة المشاكل ممكن تكون موجودة، ينحس بعدم أهميتها. ليه؟ أنا فرحان مشغول بحاجة تانية. لكن اللي بيركز يا أحبائي على أي مشكلة داخل زواجه أو في تربية أولاده بيركز عليها بيغرق فيها. ولكن الجملة دي اسمعوني كويس، سأبتحيكم بعد المحاضرة كده، أسمع عليكم الحاجات، أنا بتكلم جد، خلي بالكم،
اللي بيركز على المشكلة الزيجية بيغرق في تفاصيلها، زي مين غرق في المشكلة؟ الكتاب المقدس في متى 14 كان في واحد كده قال المسيح خليك أمرني مرني أن آتي إليك ماشي على المية. مين؟ بطرس. كان ماشي حلو خالص، هو ماشي على المية ده مشكلة ولا مش مشكلة؟ ده خلاف الطبيعة كلها، هو مش الطبيعة يعني حد ممكن يمشي على المية؟ مش ممكن. المسيح مشي على المية لأنه كان مركز. بطرس كان مركز على مين؟ على شخص المسيح. بص لقى فيها عواصف جامده وميه، ابتدى يبص تحت رجليه، ايه ده؟ ده مشكله كبيره قوي، ازاي ده؟ ابتدى يحصل له ايه؟ ابتدى يغرق فيها. فصرخ حقني، المسيح ماسك في ايده. قال له لماذا شككت يا قليل الايمان؟ يبقى انا لما يكون عندي مشكله جوازي وعيني ما تشوفش المسيح وما تركزش عليه، هغرق في ايه؟ في تفاصيل المشكله واعيش تعيس وتعبان. لكن طول ما انا مركز على المسيح هيمشيني على الميه، هيمشيني على اي مشكله. زي بقول لكم يكون واحده او واحد عايش ما عندوش فلوس خالص، بيشكر ربنا فرحان جدا، واحد تاني عنده أموال وتعيس ومتضايق عشان ال 20 مليون اللي عنده ما وصلش لكذا مليون، غلبان. واحد تاني البنك فاضي لكن بيشكر ربنا وعمره ما بقى جعان، فرحان. فالأهم كل واحد مش هيشوف المسيح ويركز على المشكلة مش على المسيح هيغرق في ايه؟ في تفاصيلها. المشكلة دي ويتعب. عشان كده ولاد ربنا تلاقيهم فرحانين حتى لو كان في مشاكل، لكن يعني ربنا هيحلها. ايه رأيك؟ مش هيحصل حاجة أبدا. تدينا رجاء فرح. هي دي صفات ولاد المسيح. المسيح موجود بين الاثنين، جمعهم الى واحد ويقول لهم ركزوا معايا. طيب اقول لكم تصرفات عمليه شويه لصفات الناس اللي شايفين المسيح في حياتهم الزيجية. واوعوا تطلعوا من الناس اللي مش شايفين المسيح في حياتهم الزيجية. بس على الأقل إذا كنت فعلا هكتشف إني مش شايف المسيح في حياتي الزيجية، أطلع النهاردة وأنا بفكر طب ليه؟ إيه اللي مانعني إني أشوفه؟ إيه الخطية اللي بعملها أنا؟ مش شايف حياتي أنا؟ أنا ممكن أنا أشوف المسيح والشيء حالي ما يشوفوش، بس أنا هعيش مستريح إذا كنت شايف. وصل لي عشان الشيء حالي يشوفه. على أنا أعرف النهارده وأنا طالع إيه اللي مانعني. بعض صفات وتصرفات الناس اللي هم متجوزين و عايشين مع المسيح بفكرهم ومتمرنين. طب حد فيكم اتمرن على الجواز قبل ما يتجوز في الكنيسه؟ سؤال صعب مش ده؟ حد فيكم اتمرن على الجواز قبل ما ابونا يجوزنا في الكنيسه؟ الإجابة طبعا كلنا. شو في جواز روحي من المسيح؟
مش بيمارس الاتحاد الروحي مع المسيح لن يستطيع في جوازه يتحد روحيا مع شريك حياته. اللي ما عرفش يتكلم مع المسيح حبيب قلوبنا ده عريس نفوسنا يتكلم معاه ويفرح بكلامه وكلامه مكتوب عندنا في الانجيل وكلمه في الصلاه يريح قلبي. هذه حديث حبيب الى حبيبه عروس الى عريس. اللي ما اتمرنش على كده هيجيله خرز زيج ان شاء الله في جوازه الجواز المؤقت ده يعني. اللي ما جربش يحب المسيح قوي وينفعل عاطفيا بحب المسيح ويلتهب قلبه بحب المسيح لن يستطيع ان يعبر لشريك حياته عاطفيا. طب هو ربنا بيأمرنا ان احنا نعبر عاطفيا لشريك حياتنا؟ ده مش امتحان، انا بس براجع انت عارفين الجواز ولا لا؟ ولا فاهمين الجواز مش فاهمينه. ربنا امرنا في ايه من الايات ان احنا لازم نعبر عن حبنا العاطفي لشريك حياتنا. ايه من ايات الانجيل يعني. فين دي؟ فين الايه دي؟ الشاطر يقولها بقى. لكن أتكلم على التعبير العاطفي عن محبتي لشريك حياتي. هل ربنا أمرني إني لازم أعبر عن محبتي العاطفية؟ وكل راجل يقول لمراته ما كفاية بشتغل وأجيب لك فلوس كفاية أنا دايما بحبك خالص وده مش غلط. لكن المحبة العاطفية هل ربنا جاب آية بتقول كده؟ نعم؟ بس معقول؟ أما تقول حب مراتك كنفسك كما حب المسيح الكنيسة. آية حلوة خالص. في آية تانية أوضح من كده. دي المحبة العامة الحلوة اللي هي فيها حتى بذل وتضحية. إن زي ما الواحد بيحب جسده ويعتني بيه لازم يحب برضه زوجته. لم يبغض أحد جسده قط بل يقوده إلى ربي كما الرب أيضا للكنيسة. ما وصلناش لسه أصل للأسف الآية دي بالعربي هي المفهومة. لو هاكوا دي أي بالعربي غير مفهوم. سمعت عن إصحاح اسمه إصحاح الزواج؟ إصحاح الزواج ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى إيه؟ إلى أهل كورنثوس. رسالة الأولى إصحاح كام؟ كلها عن الجواز. عن إيه؟ إصحاح كام؟ السابع. آية ثلاثة بتقول إيه بقى؟ خلي بالكم الآية دي بالذات الرجال إخواتي إحنا أصلا في الحتة ديت معوقين كلنا. اسمع كده الآيات دول تلاقي جزء الراجل الست بغل يعني ربنا بس ابتدى يكلم الراجل يقول له إيه؟ ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذا المرأة الرجل أيضا. أنا ما كنتش فاهم آية دي يعني إيه بالعربي. حد يكون فاهم يعني إيه حقها الواجب؟ مش باينة بالظبط. لو حد رجع للإنجيل بالفرنش أو بالإنجلش هتلاقي آية واضحة تماما. حقها ده كلمة بالإنجليزي اسمها affection. اسمها ايه؟ affection بالفرنساوي؟ affection يعني ايه؟ اللي هو الحب العاطفي المعبر عنه.
مش ان انا اغسل صحون او اساعد في بيت اولاد او اشتغل اي فلوس، كده كل دي كلها اموت نفسي اي شيء حياتي، كل دي حب. لكن الحب العاطفي اسمه الثكر، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، والست طبعا ما تتسببش بتوع تتحب كده وخلاص بس. المسيح قال كده، لا، وكذا المرأة الرجل أيضا. يعني هل الرجل ده مخلوق يحب ولا ما يتحبش؟ ستات ردوا. أقول حاجة غلط. الرجالة دول بني آدمين، يعني دول مخلوقات ربنا خلقها عشان تحبوكوا بس ولا عشان تحبوهم هم كمان؟ طبعا. ده آية بالأمر بتقول يوفي الرجل ما حفظ وكذا المرأة الرجل أيضا. يعني الآية دي بادي بالراجل، فعشان عارف المرأة بطبيعتها قادرة على إعطاء الحب العاطفي، فابتدى بالراجل لأن هو اسعى يتعلم حاجة زي كده. أو إحنا جد قوي وعمليين قوي، فإيه أهمية إن أبوس وأحضن وأطبطب وأقول كلام حب؟ لا، كلام ده بتاع يعني، بس ده دي آية. أنا مرة أحبائي كنت في اجتماع بايبل ستادي نفس الكتاب، وكان حاضر فيه كذا واحد بروستانتي قاعدين وسط الرصوص. فبقول الآية دي، في آية كتاب مقدس بتقول، هم دارسين بالعربي والإنجليزي، بتقول إن لازم الراجل يعبر عاطفيا لمراته. لا، مش حاجة زي كده. قلت لهم طيب، طلعوا كورنثوس 7 آية 3 وطلعوا بالإنجليزي أو بالفرنش أو أي حاجة، كانوا في أمريكا طلعوا فلقوا الآية دي. الوحيدين في كل المجموعة الكبيرة اللي قاعدة اللي أول ما سمعت الآية دي قالوا لي إيمان، خلاص سيف على رقبتنا، الآية دي مقدس لازم ننفذها. كانوا مين؟ مين يقول الكلام ده؟ البروتستانت. ليه؟ هو احنا ضد الكتاب المقدس ارثوذكس؟ عاطفيين؟ لا يا بنتي، لا، عشان البروتستانت اذا جت في الكتاب المقدس يبقى خلاص لازم تتنفذ. احنا حياتنا في الكتاب المقدس، اكبر كنيسه بتقرا الكتاب المقدس في الليتورجيات بتاعتها كيسة أرثوذكسية من عشية لغاية الإنجيل القداس. عد كده قد إيه؟ مزمور وإنجيل وباكر وإنجيل والبوس وكاسيليكون والبراكسيس والمزمور وإنجيل، شوف كل الآيات. لكن إحنا تعودنا ما ناخدش الآيات زي ما هي. أنا قلت الآية دي النهارده كورس شاهدها إيه؟ كورنثوس 7 آية كام؟ 3. مين فيكم هينفذ الآية دي من النهارده إذا كان مش بينفذها؟ طب وإذا ما نفذتوهاش هيحصل لكم إيه؟ استاهل اللي جرالنا بقى. المسيح هيحاسبكم عليها، لأن أنا قلتها النهارده وشرحتها. اللي مش هينفذها سيدان. ده السكر خلاص. وانا بقول حاجة عشان يعني اسمع حياتي. ربنا قال الآية دي ان دي حاجة تنفذ، واتكلمت على الحب، على الزواج الروحي السماوي، واتكلمت على الجواز الكنسي. طيب يعني ايه كلمة واحدة كانت بتقول لي هنا لا يضمن أحد جسده قط بل يقوت ويربيه كما رب أيضا للكنيسة. بعدها على طول آية تانية، آية 30 أفسس 5 كرامت، تقول إيه؟ لأننا أعضاء جسمه،
من لحمه وعظامه. لأننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه. لذلك يترك الرجل أباه وأمه. يعني إيه؟ نقول آه في جسد المسيح السري، إحنا كلنا جسد، بس لكن ده أعضاء جسمه من لحمه وعظامه. تيجي إزاي دي؟ حد فاهمها؟ أعضاء جسمه المسيح. كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا إحنا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه. إزاي دي؟ سهل أوي. نعم؟ كلكم حلوين صح، بس انا هوضحها اكتر شويه معلش. انتوا كلكم قاعدين دلوقتي قدامي مش كده؟ كل واحد على الكرسي اللي قدامي مش كده؟ طيب لما شعل حد مثلا اسمك نفرض ميري، اسمك بطرس، نفرض هذا يعني. ميري دي جسمها في لحم وعظم، بتاعها ولا بتاع المسيح؟ فهمتوا؟ ليه؟ ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ أنتوا أصبحتوا غصب هيكل الله. كيف آخذ أعضاء المسيح وأجعلها على فكرة؟ مش كده؟ يبقى يوم ما أنا أتعامل مع شريك حياتي، جاي حتة خطيرة دلوقتي أوي خلي بالكم منها. أتعامل شريك حياتي، أنا بتعامل مع لحم وعظم المسيح. صح ولا صح؟ صح ولا صح؟ يعني لما أمسك خد مراتي وأقرصه، بقرص خد مين؟ لما إيدي كده أطلع بيها وأروح دافعها ألم على وشها، بدي ألم لمين؟ لو هي اتضايقت منه في سرها وقالت ان شاء الله تموت في سرها، يعني يفضى فخا بس، مين اللي سمع الكلام ده وموجه ليه؟ المسيح. يبقى حتى فكري ان قلبي الانتنشن يعني نية قلبي سلوكياتي الموجهة بين الزوجين موجهة أولا لمين؟ especially كانت خطية في أي مزمور اتقال إليك وحدك أخطأت مزمور 50 والشر قدامك صنعت. يعني أنا بعمل خطية أعملها لمين؟ المسيح. طب كنت اعمل خير اعمله في مين؟ في جوزي ولا في مراتي؟ ردوا. ما هو اذا كنتش هتردوا معايا انا هقوم بقى. احب كده انادي معاكم ونتكلم يعني. ليه؟ عشان تفتكروا. زوجين قاعدين مع بعض بيتكلموا. ناسيين المسيح في وسطهم. مد ايده وطبطب على مراته وهو معدي هيعدي عليهم في الاول والمسيح في النص. يا رب خلي مراتي، يا رب خلي جوزي، الكلمه الحلوه دي عدى عليهم في الاول المسيح. اي عمل بعمله شرا أو خيرا بعمله المسيح. حد يقول لي الشاهد الكتابي حاجة زي كده؟ ده لأنه حسب عنه فقط في يوم الدينونة.
25 من أول آية 31 لما جه مع الملائكة بتوعه وحط الخراف على اليمين والجذاع على اليسار، فاكرين؟ وقال لهم إيه؟ تعالى وبارك أبي على اليمين وعلى الشمال؟ اليمين. لسه ممكن معد لكم من الشرعان لأني لأني كنت إيه؟ كنت جوعانا طعمتمون، عطشانا فسقيتموني، غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، مسجونا فأتيت إلي. متى يا رب؟ رأيناك جوعانا فأطعمناك. شوف قال لهم آية 40 بقى إيه؟ كل ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصابع في إيه؟ فبي قد فعلته. وعلى الشمال نفس الشيء بس بالعكس، بي لم تفعله. يبقى شريك حياتي لما أعمل فيه خير بعمله في مين؟ في المسيح. شر بعمله في مين؟ قولوا كل واحد النهارده يقعد مع نفسه ويقول انا شتمت المسيح كم مره سري، انا استعملت ايدي غلط كم مره مع المسيح، انا اتصرفت في سلوكياتي مع المسيح عد اخطائي اللي عملتها مع شريك حياتي واللي موجهه لمين اصلا؟ اتعملت سنين في المسيح. الكلام ده احبائي ستحاسبوا وساحاسب عليه ما دام فهمتوه. يبقى انا مش اسمي اقول ايه جوزي عمل، مراتي عملت. الحقيقه ده جوزي عمل في المسيح وانا عملت في المسيح. خير او شر؟ طب فيكوا حد يا احبائي طبيب ايه جعان وعطشان وغريب وعريان ومريض ومسجون، هل ممكن طبيب كان ده حاجه ايه؟ كام واحد فيكم جعان الحب انه يتحب؟ كام واحد فيكم عطشان بكلمه حلوه تتقال له وعمل حلو يتعمل له؟ كام واحد فيكم حاسس سعاده من غريب في بيته؟ كام واحد فيكم حاسس ان من كتر الكلام اللي بيتقال عليه متعري قدام الاخرين بره لما تتكلم على جوزي او على مراتي بره؟ كام واحد فيكم حاسس ان هو مريض بأشياء كتيرة ونفس حد يعبره ويسأل عليه داخل حاسس بيه؟ كم واحد فيكم مسجون داخل فكرة معينة أو شعور معين نفس حد يجي يطلعه منه؟ كل ما أعمل حاجة زي كده بعملها في المسيح، إذا لم أعملها لن أعملها مع المسيح. يبقى قبل ما اتكلم اقول جوزي او مراتي بتعمل وبيعمل، اقعد مع نفسي اقول انا عملت من في المسيح ايه من اول جوازي، وحش او حلو؟ اللي بتتعب وتطبخ طبخ كويسه لجوزها تقدمها للمسيح، بيتعب تشتغل بره او بيعمل ينظف حاجه في البيت ينظف حاجه عشان خاطر مراتك بيعملها في المسيح. خير او شر؟ فخلينا احنا في حاجات الشر الوحشه مش هتوب عنها، لان لو ما توبتش عنها الروح خلص هينطفي، اتحاد الزيجه هيتعطل، المشاكل هتكبر، عيني مش هتشوف المسيح، هغوص في المشاكل وتفاصيلها ومش هتحل المشاكل. ماشي معايا؟ يبقى لما انا
اتعامل شريك حياتي بتعامل مع هيكل القدس واعضاء المسيح. طيب نفرض ان يعني بعد الشر حاجه ما تحصلش، يعني جوز ضربني بعد الشر، يعني هل كان زوجي يعلم هو بيضربني لجذر المسيح؟ أكيد لا. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم إيه؟ لا يعلمون ماذا يفعلون. يبقى أنا إذا حصل كده ما تصنعش على نفسي بسرعة وأطلب البوليس بقى، أول حاجة أقول يا رب اغفر لي يا رب، لأن لا يعلم أنه ضربك، لا يعلم ماذا يفعل، أرجوك يا رب. الصدمة دي جوزي لا تقف. وافرض الزوجة هي اللي وصلته لكده. نعم؟ وافرض الزوجة هي اللي وصلته إنه يعمل كده. في الحالة دي المسيح موقفه إيه؟ يبقى الخطأ بتاعهم وضعف. أنا مش بكلمك حقيقة على الموضوع. أنا بكلم النظر إن هي واحدة سليمة ورقيقة وبنت ناس وبتحب المسيح ومعاها جوزها مفتري ويستاهل ايه حسب رايها يعني، بس لو هي قالت يا حرام ده ومش فاهم بيعمل ايه، لا يعلم ماذا يفعل. لو كان يعرف، لو كان بيعمل اسلوب رب المجد ما كانوش صلبوه. فلو كل واحد فينا اتعمل فيه حاجه غلط فيرفع صدرك ارجوك يا رب، مراتي جوزي مش فاهم يا رب مش فاهمه، يا رب اغفر ليها اغفر لي ده من جوايا، يا سلام حاسس ايه مشاكلها ايه، هنعيش سما هنمشي على الميه، ربنا هيمشينا على الميه. محتاجه قامه روحيه عاليه عشان ده يحصل. يا حبيبتي المسيح، يا بنت المسيح، كلنا خيمة، كلنا قامة روحية على قدنا، لكن المسيح نفسه إن روحه تشعل فينا لما نتوب. كلنا موازين لأخوخنا غلابة خالص، لكن المسيح بيحب الغلابة، بيحب أوي الغلابة. اللي حاسين جوه فعلا إنهم إحنا ولا حاجة روحيه، هما الغلابه دول لان حرام انا ضعيف في حالات زي انا ايه؟ بالمسيح تفتيك نعمتي. فكل ما احس ان انا ضعيف وغلبان فعلا وامكانياتي الروحيه والجسديه والنفسيه وصر بالضعفات لما تحل عليها قوه المسيح، لان انا ضعيف في حالات زي انا قوي. اللي فات فعلا دي قامة ايه؟ فقامة ايه؟ ده خير. كلنا خايبين. تقول يا رب ارجوك انت ساكن جوايا، افتح عينيا الداخلية لكي ما اراك يا رب. استمتع بيك، افرح بيك. اقول له كده اصلي واكلمه كده. لان ده عريس نفسي، اقول له يا رب انت ساكن جوايا. انت ماسك ايدي من صغري. اتيت بيا الى هذه الساعة. أشكرك يا رب، أغفر اللي حولي، أكون سفير المسيح في بيتي، تصالحه مع الله، هو ده الدور اللي علينا حقيقة حياتنا. أحسن طريقة لتربية الأولاد هي إيه؟ أن يروا زواجا مسيحيا ناجحا بالبابا وماما. أحسن طريقة تربية أولاد. فاهميني؟ لو بابا وماما بيأكلوا باستمرار، المسيح قاعد معانا هنا أهو، المسيح قاعد، إحنا رايقين، قاعد معانا بيكلمنا، بنصلي من ربنا أهو، بنشاور على المسيح، ونأكد وجوده في حياتنا، الأولاد هيطلعوا كده، حاسين بكده. يبقى رؤية المسيح في الأسرة سر نجاح الحياة الزيجية وسر نجاح تربية الأولاد. يعني كده؟
طبقوا الكلام ده بقى.